أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة كالعادة. إذا خبرنا الأول، رسميا انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. إذا رخصت الحكومة التونسية لإنجاز واستغلال الخط الكهربائي ذي الجهد عالٍ للتيار المستمر حوالي 106 كيلومتر بالأراضي التونسية، منها 100 كيلومتر جزء بحري وقرابة 6 كيلومتر جزء تحت الأراضي في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ماد. ويربط هذا الخط وفقا لقرار صادر عن رئيس الحكومة بالرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2024 بين الجزء البحري بنقطة الرابطة المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية بسيدي جمال الدين بقليبيا، ومحطة الجهد العالي المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية بالملاعبة بمنزل اتميم من ولاية نابل. وخولت الحكومة بمقتضى هذا الترخيص لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسات المكلفة بأشغال الدخول للعقارات الغير مبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل ولا مبينة بالقائمة المودعة بمركز ولاية نابل. وكان مجلس نواب الشعب صادق في 30 جوان 2024 على مشروع قانون يتعلق بموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لإنشاء وتعمير الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقة المتجددة. نمر للخبر الموالي. إذن اختناق 30 إثر حريق في منطقة الواتا في بنزرت الجنوبية. تولت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت التدخل لإخماد بأرض معدة لتجميع الخردة بمنطقة الواتا من معتمدية بنزرت الجنوبية، حيث أتت النيران على مساحة 1.3 هكتار بها كمية من الأخشاب وأشجار الكلتوس والصنوبر وعجلات مطاطية وشاحنة قديمة وسيارات مستعملة ومواد قابلة للاشتعال، مع تسجيل صهد الجدران الخارجية والشبابيك والأبواب لأربع منازل مجاورة. كما تم إسعاف ونقل 13 مصاب لهم صعوبة في التنفس إلى المستشفى الجامعي ببنزرت والمستشفى الجهوي ببنزرت بورقيبة، وإسعاف على عين المكان 17 مصاب لهم صعوبة في التنفس بمعية الصحة العمومية. نمر للخبر الموالي. إذن النائبة فاطمة المسدي تكشف عن مرشحها الرئاسي. إذن كشفت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن المرشح البارز في الذي ستمنحه ثقتها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت المسدي أن المترشح الوحيد الذي سينال تزكيتي هو الأستاذ قيس سعيد. قبل ما نمر للخبر الموالي، كما سبق وحكيت في برشا فيديوهات سابقة، بقينا نعمل في إحصاء من سينتخب الرئيس قيس سعيد لمدة 5 سنوات أخرى. إذا أنت ماكش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، هكاك تدخل معنا في الاستفتاء يوصلنا نوتيفيكاسيون على الإيميل وتدخل معنا في هذا الاستفتاء. وكذلك أصدقائنا اللي طبعا مشتركين في القناة بتبيعتهم تعملوا لايك الفيديو وتكتبوا شكرا أحسنت أو شكرا واصل تحت الفيديو هذا. على كل، نمر للخبر الموالي. غلق محل تورط صاحبه في الترفيع في أسعار بيع اللحوم. نفذت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت مؤخرا قرار غلق لمحل مختص في بيع اللحوم الحمراء وقع بإحدى مناطق معتمدية العالية، وذلك بعد أن تم ضبط خلال حملة رقابية بصدد الترفيع في أسعار اللحوم، وتركبت تلك الهياكل المشتركة من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمعية نظيرتها المحلية بالمنطقة، وذلك دون إشكاليات تذكر. ووفقا لذات المصدر، فإن الحملات الرقابية المشددة والموجهة متواصلة لتشمل مختلف المجالات والقطاعات بجميع مناطق الولاية خلال الموسم الصيفي والموسم السياحي الذي يتزامن وعودة أبناء تونس المقيمين بالخارج وغيرها من المناسبات والمواعيد، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم
للتنظيم لمراقبة الأسعار ومكافحة التهرب والتجارة الموازية ولبنزرة سمير عبد اللاوي وتوصيات وزارة الإشراف. يشار إلى أن المصلحة الرقابية المشاركة ببنزرة تولت خلال النصف الأول من السنة الجارية 2024 تنفيذ أكثر من 5 قرارات غلقة لمحلات تجارية تعمد أصحابها التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظم لمجالات أعمالهم، وذلك في أعقاب حملات مراقبة جهوية ومحلية. نمر للخبر الموالي. إذن أصدقائي، قربت الانتخابات وبدأت الإدعاءات الزائفة والتهم للرئيس قيس سعيد، يعني يحبوا يشوهوا صورة الرئيس. ومن هذه من جملة هذه الأخبار، إذن ما هي حقيقة الإدعاءات بإلغاء الحراسة عن السفارة الأمريكية من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ شفنا الموضوع هذا والخبر هذا دولته عديد الصحف. إذن البارح نشرت صفحة على الفيسبوك، لا عفوا، صفحة على التيك توك، صفحة على التيك توك البارحة 11 جويلية، فيديو يحمل صورة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كتب عليها ادعاءات مفادها أنه رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد يلغي الحراسة عن السفارة الأمريكية الموجودة في تونس وضواحيها، وأولهم السفارة الأمريكية بالمرسى وغيرها. إذن ثبتنا من صحة هذه المعلومة وتبين أنها زائفة وغير صحيحة. وفي تفاصيل التدقيق عدنا للموقع الرسمي على الإنترنت لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس التي يتضمن عنوان السفارة ومقرها الكائن بالبحيرة 2 بتونس العاصمة. إذن وشفنا صورة مأخوذة من، شفنا يعني صورة عبر القمر الصناعي يعني جوجل إيرث، إنه هو موقع السفارة، موقع السفارة ولا وجود لسفارة الولايات الأمريكية بمعتمدية المرسى أو غيرها من مناطق أخرى. إذن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد بالمرسى إذن أو غيرها في مناطق أخرى. يعني هذا المعلومات المتداولة على منصة التيك توك عبر حساب باسم ما نحبش نذكر اسمه باش ما نعملوش ببليسيتي. اذا بتاريخ البارح كاتب قيس سعيد يلغي جميع الحراسات على كل السفارات الأمريكية الموجودة بتونس وضواحيها أولهم السفارة الأمريكية بالمرسى وغيرها. إذا هذا الخبر دولته عديد الصحف راهو زائف. نمر للخبر الموالي. وفي موضوع آخر، قال الناشط السياسي أحمد شفتر اليوم أنه يجب على رئيس الدولة قيس سعيد أن يترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه لا يرى شخصا آخر أكثر منه كفاءة لقيادات المرحلة القادمة وفقا لقوله. وأشار شفتر إلى أنه يرى كل يوم نجاح مشروع ثورة أبناء الشعب الذي كان عمقه اجتماعيا واقتصاديا، في إشارة لمشروع 25 جويلية، معتبرا أن الرئيس وفى بما وعد. وقال المتحدث في تصريح لجوهرة اف ام ان المرحلة الاولى لبناء منظومة الحكم الجديد قد تمت، والان سيتم الانتقال الى مرحلة البناء التي سيكون فيها كل التونسيون شركاء وفقا لتصريحه، متوقعا ارساء المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في اكتوبر القادم. نمر للخبر الموالي. في حادثة غريبة، العثور على جثة 70 توفي منذ عام ونصف داخل منزلها لم يتفطن له أحد. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم بفتح بحث للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لشيخ يبلغ من العمر 76 سنة داخل منزلها، ومن المرجح أن وفاته مر عليها عاما ونصف. وحسب المعطيات الأولية المتوفرة فإن الهالك تجاوز 70 من عمره ويعيش بمفرده وله أبناء مقيمان بكندا، وسوغ الطابق العلوي للمنزل لفائدة إحدى العائلات. هكذا نصل لختمة لقائنا لليوم أصدقائي، شكرا على المتابعة والاهتمام، لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة. تحية للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.